طيب نكمل بقى كلامنا عن المباراة. الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي في الثالثة ظهرا إن شاء الله الجمعة بكرة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا تفاصيل الاجتماع الفني المعروفة، الفرقة دي هتلبس أنوزي، موعد حضور الفرقتين للاستاد، موعد نزول التسخين، كل الكلام ده بيبقى التفاصيل المنوط بها الاتحاد الأفريقي. بيعمل اجتماع فني بيحضر من الفريقين مندوبين الفريقين، وبيحضر طبعا مندوب الكاف وحكام المباراة عشان يتكلموا في كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء. زي ما قلت لحضراتكم موعد وصول الفريقين وانطلاق عملية الإحماء بخلاف الزي الخاص بكل فريق. كمان بقى هيبقى في الساعة 12 الظهر المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب دوري نهائي بطولة أفريقيا، وده هيبقى الساعة 12 الظهر غدا أيضا في استاد القاهرة الدولي. ومن المقرر أن يحضر مارسيل كولر المدير الفني ومحمد الشناوي كابتن الفريق المؤتمر للحديث عن المباراة وآخر استعدادات الأهلي والرد على الأسئلة ووسائل الإعلام. طبعا ده شيء متعارف، ده البروتوكول بتاع الكاف اللي احنا عارفينه في كل المباريات مش النهائي بس يعني، ولكن بيبقى شيء روتيني جدا في كل المباريات تابعة للكاف، يعني المؤتمر الصحفي المعروف جدا جدا التقليدي يعني.